سجل، أنا عربي. أنا مش عربي، أنا فلسطيني وبس. سجل أنا فلسطيني، شو ضللنا من العروبة غير كتاب التاريخ؟ كل ما جددوا نسخة عماله بيتوسخ، حتى كتاب التاريخ رح نبطل نعتز فيه. والحاضر هيو بينكتب يا عرب، صفحة بيضة حبرها دم، وبراس الصفحة كز. شو بدكم ندرس أولادنا بالجغرافيا بكرة؟ ماذا يحط فلسطين من الشمال؟ إسرائيل؟ من الجنوب؟ إسرائيل؟ من الشرق؟ من الغرب؟ إسرائيل؟ شو بدنا ندرسهم بالرياضيات؟ 60 شهيد بمجزرة الشجاعية، حطهم على 1800 شهيد، كم شهيد صار مجموع العدوان؟ بس رح ندرسهم بالدين، لما يقصف الجامع بنصلي التراويح بالكنيسة، والمسحرات برمضان كان مسيحي في غزة. انتوا ما تخلتوا عن فلسطين، فلسطين تخلت عنكم. القدس مش عروس عروبتكم. عمرك شفت عروس بدخلتها بتغتصب؟ القدس عروس غزة، عرسها قرب وانتوا مش مدعوين. انتوا مش مدعوين يا عرب. قمم عربية تعملوا قمم، تتناقشوا وبتتباحثوا، ولا لكم كلمة بتنسمع بالمحافل الدولية. شمعون بيريز في أحد خطاباته قدام هيئة الأمم بلش حوار بجملة واحدة زلزل الدنيا فيها، استجدت كل عطف العالم. حكى نحن في زمان الآباء يدفنون الأبناء. وانتوا يا أصحاب لغة الضاد أعطوني خطاب لرئيس عربي، خطاب واحد، خطاب واحد بس عليه القيمة في المحافل الدولية. تتذكر جملة واحدة بس، لا تسقط الغصن الأخضر من يده، وهي سقط. بس البارودة مع مين؟ البارودة وين؟ بتلوموا قطر؟ قناة الجزيرة؟ قطر على الأقل وقفت مع غزة، ومصر بعثت مواد مسوسة، مواد غذائية مسوسة وخربانة. الشيخ موزة بتتبنى أطفال في غزة، السيسي بسكر في المعابر، قناة الجزيرة بتكتب على شاشتها بعد الرقم كلمة شهيد، في قناة العربية تكتب قتيل. يا خسارة، أطفال غزة بيأكلهم البرد. بترولكم وين؟ في دبابات وطائرات اليهود. وإذا أطفال الأرض المحتلة يلي عم يستشهدوا إننا عم يقاوموا الدبابة بحجر، وأطفال الجنوب اللي عم يفجروا حالهم وكتب المدرسة ما زالت على ظهرهم، ما فجروا شي فينا. والله ما فجروا يا غوار، ما فجروا شي. الشهيد حر وفي الجنة مقامه، ما مات. الموت إنك تعيش ذليل، الموت إنك تعيش ذليل. مش كل شي بمشي على رجليه عايش، في النفس مقتول انت مش عايش. الشهداء، الشهداء مش أرقام، مش أرقام. بذكره باسم الرباعي، بصفاته، بشكله، كل تفاصيل. الشهيد مش رقم. عذرا، ما بختزل الشهيد بكم خانة على شاشة. إسرائيل يا عرب ما بتخاف من ضحكتنا، بتخاف من دمعتنا. كل هالمجازر ما رفلكم جفن؟ مع كل هذا غزة مش حتركع، ونقطة الكرامة اللي ضايلة في الوطن العربي هي غزة، وهي خندق المقاومة باسم العرب كله. ولا كان زمان صار في إمبراطورية إسرائيلية على كل الوطن العربي. تقدموا حكام العرب، تقدموا. كل اللي بتمنى منكم بس تتقدموا، تتقدموا بالعمر بس، حتى تهلكوا بسرعة. شعوبكم راح تتحرر وراح تقضي على ضعفكم. انهض، انهض، ربما يأتيك الوطن على حين غزة. بعض المواقع الإسرائيلية تتناول في محتوياتها بعض الحملات الفلسطينية زي قوارب والحياة لغزة، لأن هذا إشي بغيظهم فعلا. مبادرة شبابية تكاتف فيها كل الشعب بدون أحزاب، بدون تقسيمات، بدون وجهات نظر، بدون أيديولوجيات متخلفة. يا عرب توحدوا فيها، عمل خير، لأن فلسطين أهل الخير.
شركة جوال بتمنح أرصدة مجانية لكل مشتركي غزة. ما حدا بينام ما في معه رصيد. مين بيعرف فيها؟ لأنها عمل خير. كل الشركات الكبيرة تقدروا تعملوا إشي، اعملوا اعملوا. مش كم تاجر بيجي بيغلوا المي عشان الناس عم تشتري مي تتبرع فيها لغزة. يا عربي تعالوا اسألني شو محتاج، بحكي لك سؤالك هاد، وبعد ما تسألني رح أجاوبك بكل كرامة. ولا إيش ولا إيش، ما بدنا منكم يا عرب ولا إيش. رح نحمل أحلامنا على كتافنا، ومهما جوعنا مش رح نأكل منها ولا قطعة، لأنه إذا اليوم سدينا جوعنا بأحلامنا بكرة مش حنحلم لا بوطن ولا بحرية، وساعتها بس بنكفر بدم الشهداء كلهم. اقتلوا عربتكم واتركوها زي ما تركتونا، احنا أضرب القضية، احنا اللي راح نلف وجه حنظلة، وراح نرجع غسان لحيفة، وراح نجوز جفرة لحبيب، راح نشتري كرسي جديد لأحمد ياسين، بارود تبع عمار اللي لسه عملها، وراح نعلم أولادنا إنه راية أبو علي مصطفى كانت حمرة بلون الدم اللي ما بترجعش من دون الأوطان، وراح نغني معهم فدائي على ألحان الثلاثة جبران، ونعلمهم شو معنى حب الوطن بموطني طوقان. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني موطني على هذه الأرض ما يستحق الحياة. عذرا درويش، على هذه الأرض ما يستحق الموت، إنه الوطن، إنه الوطن، إنه الوطن، إنه الوطن، إنه الوطن، إنه الوطن، إنه الوطن.